بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أجدد لكم التحية مرة أخرى وأرحب بكم بشوط آخر، والشوط الرابع ينطلق بحفظ الله ورعايته. وشوط اللقاية القعدان والأربع كيلومترات هي المسافة المخصصة لانطلاقة هذا الشوط، وهناك المنافسة مع هذه الشعارات اللامعة والمتميزة الذي تنطلق بهذه الأمسية التراثية المتميزة التي حملت لنا القوة والإثارة والتحدي والمنافسة بين الأخوة الملاك والمضمرين الذي تواجدوا بهذا المساء. المسيرة تسير مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والعطاء مستمر والمقدمة هناك مزاح مع أول المراكز، ينطلق بشعار طالب بن رميح الخالدي مع أول المراكز، النغلة مباشرة مع ثاني المراكز، هناك مياس لعيد بن مسلم الشلاحي ينطلق بهذه المنافسة مع ثاني المراكز، المركز الثالث من يصل بهذه اللحظات، هناك شعار مبارك بسالم بن جعمل المري ينطلق بهذه المنافسة مع ثالث المراكز مع الحصيني المركز الرابع، هناك شاهين لحمد بن سالم بن نومان المري، وخامسا هناك بهذه اللحظات شعار حسين بن مانع بودواس العجمي ينتقل بهذه اللحظات جبار لمحمد بن مانع العجمي، هناك ينطلق مع خامس المراكز المركز السادس، هناك شعار هادي بن مطيع العجمي مع شاهين ينطلق مع سادس المراكز المركز السابع، هناك شعار رسمي لحمد بن سالم بن عمان المري مع سابع المراكز المركز الثامن، هناك التواصل بهذه المنافسة الرسمي بشعار عبد الله بن محمد السقاف ينطلق مع ثامن المراكز المركز التاسع، هناك السيد لعايد بن مناور الضفيري ينطلق بهذه المنافسة بهذه التحديات. المركز العاشر مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هناك الفايز لسعد بن زيد الإجباري يتواصل مع عاشر المنطلقين بهذه المنافسة بهذه التحديات المثيرة والمتميزة بانطلاقة الأخوة الملاك والمشاركين بهذا الشوط. إذا مشاهدينا متابعينا في كل مكان، نداء الأول للعشرة المراكز الأولى بالوفاء والتمام، أسممتوا على مسامعكم، وهناك المقدمة ما زالت تحت أقدام مزاح، ما زال غائدا لزمام الأمور، ما زال يتصدر ويتربع على الصدارة والقوة والإثارة. طالب بن رميح الخالدي يقدم لنا مزاح على مقدمة الشوط بهذه المنافسة المثيرة والتحديات. هناك المركز الثاني مياس عيد بن مسلم الشلاحي أيضا يقدم لنا هذه الماركة المتميزة بانطلاقة مياس مع ثاني المراكز المركز التاس، هناك الحسيني من غير وتسلل مع ثاني مراكز ولكن التجاوز مسموح بهذه الرياضة، والرسمي يغير وينتقل إلى ثاني مراكز بشعار حمد بن سالم بن نومان المري مركز الثالث، هناك جبار بشعار حسين بن مايا بدوات العجمي ثالثا المركز الرابع، هناك الحسيني لمبارك بن سالم بن جعمل المري، وخامسا مياش عيد بن مسلم الشلاحي. اذا نكتفي بالخمس المراكز الاولى، الخمس المتصدره، الخمس النجوم، الخمس العمالقه المتواجدين بهذه المنافسه، منعطف الاتحاد، منعطف الخطر بهذه اللحظات، ومزاح ومزاح الصداره، ولكن الرسمي هناك ينتقل الى الصداره ويتسلل مع اول المراكز بشعار حمد بن سالم بن عمان المري، وايضا جبار يصل ثانيا بشعار حسين بن مانع ابو دواس العجمي. كيلو الاخير، كيلو حسب الامور بهذه المنافسه بالتحديات الاخيره، جبار جبار يغير بهذه اللحظات ويتسلل مع اول المراكز بشعار حسين بن مانع ابو دواس العجمي. ما شاء الله تبارك الله،
انتقل مشاهدينا متابعينا في كل مكان جبار الى الصدارة والقوة والاثارة، ولكن الرسمي بشعار حمد بن سالم بن نومان المري مع ثاني المراكز ضد المنافسة مع اللحظات الاخيرة مع شعار حسين بن مالك الدوات العجمي وايضا حمد بن سالم بن نومان المري جبار والرسمي وجبار جبار والرسمي الرسمي وجبار واللحظات الاخيرة منافسة بين الاخوة الملاك والمضمرين بهذا الميدان، ميدان الشهيد الذي دائما يرحب بهذه المنافسة. يا سلام، هناك جبار هو الاقرب لناموس هذا الشوط، احسن بن مالك بدواس العجمي يقدم لنا جبار بهذه المنافسة، وايضا حمد بن سالم بن عمان المري يقدم لنا الرسمي بهذه المنافسة مع التحديات الاخيرة والانطلاق الاخيرة. دين جبار، جبار على المقدمة، جبار على الصدارة والقوة والاثارة. سلام حسين بن مالك، سلام بدواس، سلام وتحية واحترام لهذا العرض المتميز الذي قدمه لنا جبار مع شعار حسين بن مالك بدواس العجمي. اذا ها وصوله الى خط النهاية معلن الفوز والناموس، تهانينا والف مبروك لحسين بن مالك بدواس العجمي على فوز جبار بناموس الشوط المركز الثاني الرسمي. حمد بن سالم بن عمان المري المركز الثالث، مهدي مانع العجمي المركز الرابع، طلال ظافر العجمي المركز الخامس، سعد زيد الجبالي المركز السادس، طالب الربيح الخالدي المركز السابع، عايد مناور الضفيري المركز الثامن، المركز التاسع عايد مناور الضفيري المركز العاشر حمد بن سالم بن عمان المري. اذا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، هذه المنافسة باللحظات الأخيرة وحتم الأمور، جبار وأهدى ناموس هذا الشوط لحسين بن مانع بدواس العجمي، تهانينا وألف مبروك.